باي باي يا بنات بقى. باي باي ايه؟ ما تيجوا ارش عليكم رشه جريئه واعزمكم في الكافيتيريا. لا معلش اعذروني النهارده كده، دي سافر اوروبا ولازم اسلم عليه. باي باي. باي باي. ايه هناء رحتي فين يا بنت؟ امال فين الواد الامور السواق بتاعكم؟ لسه ما وصلش. ريحي نفسك يا بنت واسمعي كلامي. هاتي لك حته عربيه كعبوله مظبوطه. قلت لك يا رشا 100 مره ان انا بخاف جدا من السواقه. ما كلنا كنا خوافين لكن دلوقتي بقينا محترفين. ولا ما تقدريش تستغني عن السواق الخصوصي الحلاوه؟ اخف. لا ما تقوليش كده، احنا عملت غير. اغير ايه يا تحفه انت؟ صبر ده عمره ما لفت نظر. سيبي حبيبتي ما عندكيش نظر. يا بنتي هناء عندها حق طبعا. ايش جاب واحد زي الصابر لرشدي بلبنهاوي؟ ده يشغل عنده 1000 واحد زي الصابر. يا بنتي ده من ساعه ما شافك وهو هينهبل عليك. اتلم يا رشا، الامتحانات على البواب عاوزين نثبت وجودنا. وانا كمان عايزه اثبت وجودي. في البيت لحد زمان بابا يتربعه فوق دماغي. سلام. بابا اللي عندك معدة. بس يلا يا بنتي اوصلك معايا. يلا. لا صابر زمانه جاي. اهو يا حبيبتي. هو انت كل مره تقول لي اسف يا حبيبتي؟ اسف يا زفتتي. لازم تعرف يا استاذ ان انا ليا مواعيد ثابته، واي تاخير بيخلي شكلي وحش قوي قدام زمايلي اللي كل واحده فيهم راكبه عربيه اخر موديل، كلهم بيروحوا وانا بفضل مدلوله مستنيه حضرتك تشرف. كل ده هنا عشان اتاخرت عليك ربع ساعه؟ هي دي مش اول مره. كان معايا ركاب بوصلهم. والركاب ده مش اهم مني بقى يا استاذ. لازم تفهم يا هانم ان الركاب دول هم اللي بيصرفوا عليكي وعلى البيت وعلى التاكسي، ولولاهم ما كنتيش دخلت الجامعة. يا نهارك اسود يا صابر يا ابن خالتي، انت بتعيرني يا صابر؟ انا ما بعيركيش بس بفكرك لو كنت نسيتي. طب اطلع بقى بسرعة لحسن زمايلي يتلموا عليا. اطلع. كل حاجة فيكي بتقولي انك مش بنت خالتي اللي انا عرفتها. حتى لما بتغلطي بتفكري 100 مرة قبل ما تعتذري. والله بقى انت حر، تقبل اعتذاري ما تقبلش اعتذاري دي مشكلتك انت، انما انا واحدة مش فاضية، انا ورايا مذاكرة، مش فاضية المعترض بتاعتك دي. اف. ما تاخدش على خاطرك منها يا صابر يا ابني. لسه عيلة. الجامعة بالنسبة لها دنيا جديدة وغريبة عليها. علشان كده يا عم انا مضطر استحملها لغايه ما تتخرج. اصيل يا صابر، اصيل يا ابني. ربنا يهديها وينور طريقها.